سير. لأنك ما غطيت. كان حاصني الباطرون شوي. مرة جاي أجيب كمية شبه من. أوكي. شيخ راني انا اتصل معاك اليوم ما طلعت. شيخ قوموا عا ايوا دونا نرجع لك بعد. كلاس تمني انا بعض الوتر انا حلو انا نوصل لك كلاس تبات بدي اليوم بات الوتر سهل ايه يعني يسلم حربات ما يسهل نوصل لك نوصل لك تواصلوني بيهم راسو حامي هذا كاش ما وياك تنصب بك شو ما حامي اسمع اللي نقول لك هذا اللي نقول لك استنى تشوف خارجين هما نهارين لا ازيد يلا وجوني فيهم دقية انا ماني مستنى انا قلت لك نهارين يجوني فيهم دقية ذاك هو اللي يتواسى وذاك هو اللي صالح إذا سمعت هو توف أنا الكلام وفى عندي سالم هو لا سالم هيلا سالي اسمع اللي نقول مشت مليون لا تلحد يوخاو منهم ما علمت وما الوضع لا تلحد يوخاو منهم ما حسيت بي ولا تلحد يدخل ما علمت بي وما الوضع جيب لي الوكران الدين كاملين والرقلية كين السلام عليكم. عليكم السلام. ياك شيخ. ها؟ اش ما سوالف بيعك الا خالي. تارك ما تقرا اليوم. ها؟ تارك ما تقرا. انا اليوم عيد رمضان ليلة 11. تاكد لنا الليلة 11 العاشرة الواشن.
لا حسب الجدول، كل قسم عنده جدول خاص به. اليوم نطلع ولا على هذاك؟ كم مدرستكم هذه ما تقرب؟ ما شاء الله صح. قرايه خالقه. انا بعد الله كل نهار وانت مره 10 مره 11. او شو ظني فوق بقيتي فيها هاي؟ ايش الدور بيها؟ لا بقيتي فيها باسي منها ونعدل بيها شويه. القداد قاعد تنزاد لازم. تم ذاك النهار الى فوق يا شوف هذه يده 500 وكره. عندك جيني ومدي الصبح وقول لي اذا اعطيني الهوقي. ايوا بك ودعت الهوقي. بغيتي اكلتوها دابل. ما يحصل فيها شي ما جيتو انتم علي. شحالك ياك لباس عليك يا اخي؟ ياك ما تحس بشي موهبه. ايوا انتوما هذوك ما اها شوف حامد الامين طول عمرك انت معنا في الحد الثاني. انا كاس من التاي. انا قلت لك اعلمني ذيك ذيك البضاعه انا كنت مواليها لكم بذاك الحكم ذيك العلاقه بيننا وذاك الشيء اللي متعدل. هي غير مدي منين تعود لاهي الامور لاهي تعود عاده ماش ما هو صالح ذاك عندي يعني شاكنكم انتم قاعد ترضوا. هل معناته على انه انا هذا عاد مخسرني وانا شي في يدي الخسار. ايه انتو هي اللي طول عمرك قول لهم على انهم لا يعذروني في كل وقت. محمد البارح ماتش زين غير مشكلته لا ما يباس هاك اللون مخسر علينا كاملين. انتم اللي صقع حسوني يقدر يجيبوا لي سيليكسيون الزال علاش نسوي لا منه هو لا منه يقرا عادي المره الجايه نعلمك محرز زين تسمع تطلع مالك على عتب الحق جامعه طالع راسك ايش بيه خير ليش برتاح خير ليش برتاح من حشور خارج مالك ايش مطرين لا انا توقف يا حسد لو كمل لك بعد السنة وتفوتوا في السن ها؟ ألو أو صباح شو مواسي؟ ياك لاباس؟ ايه شريت واسي ما عندي يكون ناقصك تقول لي انت ذاك راني قبلت وحالا خرسنا بلاصتو نجابرو فيها نجيبو لها انا اركع حذب وتقري فيها اخويا بدي ماني طالع طالع شني لا خلاص تتو بلاصة نجابرو فيها حالا نجيبو لك فيها ايه نورمال نورمال ما بعد يا صاحبي قال لك دفيا عاد فهم دايما شانجي البضاعة انا ما عندي شي تميني يفتح في الجدار ويخرص رواية سول عنها انا ما عندي ليش نو انا ما اول مرة نعدل لك ولا ثاني مرة غير مولي اللي معنا نوقع لي رواية اتخاي امريكي لي منها نو نو صاحبي شو ديك انا ماني قايلة تريد لا خرصوا بلاصه اخرى انتم ديروا فيها اوكي اوكي زين جابرو توفم خرص خرص تدوتش بار بلاصه دوتش بار بلاصه انا عارفك اوكي نورمال اوكي راني شايف فهم خليك فهم انت لك ثلاث أيام تهم ما بيت اعتراف وشاك عن ذلك قلت الاعتراف لأنه هو اللي لا ينفع صاحبك ذاك ذيك الليلة اللي جبت في المخدرات ذاك مشينا له عناصر عندنا وجابوه واعترف عليك معناه انك اشبه لك تعترف
انا هي ما نبيعها انا خدي نستعملها وصار. ايه تقولنا لان هاي الكميه لانك تستعملها. شوف انا ما قد نحترق ديه لي وراي جماعة خطيرة وانا خايف منه. خايف منه هو ده انا خايف منه احنا. قلت له مش بهلاك تعترف والله المسؤولية كاملة اللي يتحملها انت. واضح شفت في بضاعة واجهت ياس من المشاكل اللي نوصلها لك ومتأكد عني مثل دور واجه شي من مشاكل اخرى بسبب انا ما يعنيني انا مهم عندي الوقت اللي اعطيته هابو انت مهم عندك باطل لغايتك لو شوف هذه اخر معاملة بيننا. Savez, c'est gorbida. J'allais te donner plus que ça. انت ما اجبرت شغله ما اجبرت شي توحد فيه انا والبول ما اجبرت شنو حد فيه الالحاد التين والتطلبات لا اله الا والخلطه مشين والمنادم مده دامه اديتها شنو تشرب تين متين وحاد تين كبدا الحمد لله شاكلون وبعد ما يوجعني مده شي معناتها حتى انا هنا دا نقوم نطيح مع هذا البوتيك دا مره يندار فيه شوي ومره مولي ياكلوه الحمد لله دام الزت اللي قدار مأجرينها زلنا الحمد لله بعد اللي نخلصوا منها ومريم مدي الحمد لله صايرتها والشيخ وكامل الحمد لله تركه بعد مصيرين ولابسين الحمد لله قلت له يا صويحي ما بقطعن حديثه ما تسمع وتوف يا الراجل انت يا اخوي رحيم الله من عرف قدره هو جلس دونه اللي عرف قد دامه ما يحفي انت ترى انك ما عندك شيء تخلص داره بسبعين الف للشهر ومصير هذه خمسة له ما تصير لك يومية وقلت لي نكابر لك من تولد ومن اللي صارت معاد ومتطلبات العصر والشباب لا بدال من تلفونات غاليات ولا بدال من كسيو ولا بدال من الوتاه ما عندك له شيء حسن ما عندك له شيء حتى هم مولي ذاك اللي بارهم وزين عندهم لا هو اللي ندراهم ما قالوا انهم زين عندهم لا يتموا في ذي الدار وانها زينة ممكنهم انا زين عندهم نبغي لهم يا غير ما هو عندك انت ذا زين يا غير ما هو عندك ولا يركبوني شاشري ليش الصبح لين يجي واقف المينعة نقول انا ما عندي شيء اقبضها يا ابو ابو قيس قصرتك ودير فيها بيت ومبار ودير فيها بنطرة وقف الله تحويشها من قرياجة مالك سمعت به وسكن ولادك ونعت لولادك لانك ذا اللي عندك هو اللي لا يتعمل وش مصور ما هو حق تظهر مظهر اليوم واقف عليك الصبح ماديا ومعنويا وهذا ما هو زين بويا فد قلتها لك وقايلها لك اركم نقولها لك عدل اللي قلت لك قيس قصرته وسكنها والشاشري اللي انت قنعهم بشي حقيقي يدور اقتنعوا به انت مقنعهم انك لا يتم مزيف وتقول شي ما هم فاتوا جاوا هون وعادوا طابين على ذي الحاله اللي هي
ولا تريد تنقلع منهم ما هو هذه الحالة ما ينطب إليه بين ما يحق شي ما هو حقيقي لا طبب إليه رقاش بيدي واقف إليك الصبح قيس قصرتك وكيف نكاملين أنا ذو الحار صعب يا غير بعد ما نكاذب إلى حد المرأة اللي عندي ما نقولها إلا ذاك اللي عندي حتى عيالي والناس نقولها ذاك عندي ما أنت مخزي براسك دار زين غير ما يدك حتى نتمل البوتيقة اللي الحصار منه نعطيهم وما يوكلوه يلبسوا منه وخلصوا من الدار ولا ذا هو الحال لا داعي للتكلف الحاصل منه قاعد قلت تستثمر وتدير في قصرتك تم كل سنة دير بيت وكل شهر دير بركة انت متى لا تحصل تطهير مولى الدار انت اري حياتك لا انت مقاوم انك تخلص الدار هذا ما هو حق ماما تسالي مالك ياك ماك حاسبش لا الله يولي ما شاء الله ماني حاسب في تبارك الله لكن تنحى احمدي بس تعشيتي ما الله يولي خليك لي بعد نفلي بش شهيتي مغفورة عن الشعر ما بيك ما ودي الشعري ودي كسكس اللي لهم واللي ساكن علي حن عدل كان عركة شي وجبة نوراها ما تطلق موش معدل ما الله يولي لا تتعب راسك اللي بيك اللي شاك عني ما نعرى المنصب يا غير حان جيب لك تنصف شنو؟ أدري شنو ما؟ الله كنت وضع عودي عشان ما؟ لا والله اللزم أنا مليون كوسان ترى أنت دابي اللي ما أطلقته؟ أي ماما مالك تعشبين تعشبين دارية يقتلها؟ والله اللزم أنا مليون كوسان ترى أنت دابي اللي ما أطلقته؟ شوف هذا تعشم تبي الله خلي عنك هذا لا طرح قدامي لا خالن وشوف شو الله خال شيء يوكله وهجيت على التعشي سالم تشاك انك الى حرفت من لين كردك الله ما اشتكني بضاعتك الله ما اشتكني بضاعتك على ان بضاعتي عددت الحساب من عبد الله حساب عبد الله تسوم تسوم انا هو اللي عدت منك الرجاج انا هو اللي خلقت منك الرجاج تبيعني لعبد الله تكل خلاص كان عبد الله اللي ينفعك
من طين ولحم ودم ومعقاقع الحيوان كان الله ما يتقابل غير من أي يعود الإنسان ما يتألم اشتركوا